فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الذي ليس له شعر في رأسه أصابه الصلع فلا ينبت في رأس في شعره أو في رأسه شعر، كيف يتحلل من الحج والعمرة؟ يمر الموس على رأسه ويكفي هذا، يمر الموس على رأسه ويكفي هذا، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.